بسم الله، تمارين حول درس الإزاحة لمستوى السنة الثالثة إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 3، د ودلتا مستقيمان متوازيان وأب متجهات الإزاحة. أنشئ الد أولى ودلتا أولى صورتي دلتا د ودلتا على التوالي بالإزاحة ذات المتجهة أب، أو الإزاحة التي تحول أ إلى ب. ثانياً، برهن أن المستقيمين د أولى ودلتا أولى متوازيان، أو د أولى يوازي دلتا أولى. يلا أنقل التمرين في دفترك ثم أنجزه. سنلتقي بعد لحظات لمناقشة التصحيح معا. يلا سأنتظرك. يلا نبدأ الجواب ديالنا. نشوفوا الشكل أولا. يلا نشوفوا مستقيمين متوازيين. المستقيم الأول غادي نسميوه دي، ثم المستقيم الثاني الذي يوازيه. كالعادة لإنشاء مستقيمين متوازيين يمكننا نختار واحد النقطة كما ترى الآن، ثم نستعمل البركار كأننا نريد أن ننشئ متوازي الأضلاع، فنحصل على مستقيمين متوازيين بالطريقة التي ترى الآن هكذا. الآن حصلنا على المستقيم الثاني دلتا الذي يوازي د. ثم ننشئ متجهات الإزاحة، نعطوها شي لون، مثلا لون أخضر. إذا شئت هي هذه متجهات الإزاحة، سموها أب. هنا عندنا أ وهنا عندنا ب. يلا لإنشاء صورة مستقيم بإزاحة ما العمل؟ نعم، نختار نقطتين من هنا، بحال مثلا لإنشاء صورة المستقيم دي، هذا المستقيم دي، نختار مثلا هذه النقطة اللي مرسومة أصلا عندنا هنا وهذه النقطة، ثم ننشئ صورتيهما بالإزاحة ذات المتجه أب. إذا كالعادة غادي ناخذ البركار بهذه الكيفية، ثم نواصل العملية بهذه الطريقة. سأعيد العملية من جديد. القوسين ما تلقوش، غادي نحاول نعود العملية مرة أخرى هكذا. إذا الآن التقى القوسان، نضع هذه النقطة. إذا صورة النقطة الأولى التي لدينا هي هذه. نمر إلى النقطة الثانية، هذه النقطة سنحاول إنشاء صورتها بالإزاحة ذات المتجهة AB. يلا أين ستكون الصورة ديال هذه النقطة؟ نعم تقريبا في مكان ما هنا، واضح. يلا غادي نحصلوا عليها بالبركة هكذا. ثم نواصل العملية بهذه الكيفية. إذا الآن حصل التقاطع، ثم ننشئ المستقيم، ها هو، ناخذ ليه شي لون، مثلا لون أحمر، هو هذا. نمر، هذا هو المستقيم د أولى. إذا لإنشاء صورة مستقيم يكفي إنشاء صورتين نقطتين مختلفتين منه، هذا هو المستقيم د أولى. الآن ننشئ دلتا أولى، صورة دلتا بهذه الإزاحة. إذن يمكننا نختار نقطتين من دلتا أصلا مرسومين، هي النقطة الأولى هذه وهذه النقطة،
ويمكننا نغير هذه النقطتين، يعني نختار نقطتين أخرين. سأزيل هذا القوس ثم نواصل. يلا الآن سنبدأ بالنقطة الأولى، هي هذه. غادي نشئ صورتها بإزاحة المتجه ب. يلا أين ستكون صورة؟ إذن صورة النقطة أو صورة هذه النقطة بالإزاحة المتجه ب هي هذه النقطة المتواجدة في مكان ما هنا. سنحصل عليها كالعادة بواسطة البركار هكذا. ثم نواصل العملية بهذه الكيفية. إذا الآن حصلنا على صورة النقطة الأولى، نواصل. نمشيو للنقطة الثانية، نمشيو لهذه النقطة هذه، ثم نبحث عن صورتها بهذه الإزاحة. إذا صورتها ستكون في ماذا؟ في أي مكان ضع عليها الأصبع ديالك. نعم ستكون في مكان ما هنا. اتفق؟ يلا غادي نحاول نحصل على المكان بدقة بالكيفية التالية معروفة لدينا بطبيعة الحال هكذا. دائما كأننا نريد أن ننشئ متوازي الأضلاع. الآن حصلنا على المستقيم دلتا أولى. كالعادة لإنشاء صورة مستقيم بإزاحة يكفي أن ننشئ صورتين نقطتين منه بحال الشكل اللي شفنا فيما مضى حول التماثل المحوري أو التماثل المركزي لإنشاء مماثل مستقيم بالنسبة لنقطة أو بالنسبة لمستقيم آخر. نختار نقطتين مختلفتين منه. يلا الآن كيف ترى المستقيمين د أولى ودلتا أولى؟ صحيح هما مستقيمان متوازيان. يلا كيف سنؤكد ذلك بالبرهان؟ نعم رأينا في الدرس صورة مستقيم بإزاحة هي مستقيم آخر يوازيه. أعيد، صورة مستقيم بإزاحة هي مستقيم آخر يوازيه. إذا ما دامت صورة المستقيم دي بالإزاحة ذات المتجه AB هي المستقيم دي أولى، إذا ماذا يمكن نستنتج؟ نعم نستنتج من ذلك أن المستقيمين دي والدي أولى كيف هما؟ نعم متوازيان. وكذلك ماذا يمكن نقول عن دلتا ودلتا أولى؟ فعلا دلتا ودلتا أولى متوازيان، لأن دلتا أولى كما رأينا هو صورة دلتا بهذه الإزاحة. إذا انظر معي دي يوازي دلتا ودي يوازي دي أولى ودلتا يوازي دلتا أولى، ماذا يمكن نستنتج من خلال هذه العبارات الرياضية؟ فعلا نستنتج من ذلك أن المستقيمين دي أولى ودلتا أولى متوازيان. رأينا خاصية في هذا الشأن فيما مضى تقول ما هي؟ إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فكل مستقيم يوازي أحدهما فهو ماذا؟ نعم فهو يوازي الآخر. أعيد هذه الخاصية، إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فكل مستقيم يوازي أحدهما فهو يوازي الآخر. إذا ماذا يمكن نقول عن التوازي هنا في هذا المثال أو في هذا التمرين؟ فعلا التوازي هنا أو الإزاحة، أعيد السؤال من جديد، ماذا يمكن نقول عن الإزاحة في هذا المثال؟ نعم الإزاحة هنا حافظت على التوازي، الإزاحة حافظت على التوازي. يلا نكتب البرهان لنبرهن أن الدي أولى يوازي دلتا أولى. عندنا دي أولى صورة دي بالإزاحة تي ذات المتجهة أبي. إذن حسب الخاصية دي أولى يوازي دي
دي ولا يوازي دي. وبنفس الكيفية نبين أن دلتا أولى يوازي دلتا، ونعلم أن دلتا يوازي دي. إذن انظر معي هنا، دلتا أولى يوازي دلتا ودلتا يوازي دي، والدي أولى يوازي دي. ماذا يمكن نستخلص من ذلك؟ نعم، نستخلص من ذلك أن دي أولى يوازي دلتا أولى حسب الخاصية. هيا غادي نذكر هذه الخاصية شفويا، نعودها من جديد. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فكل مستقيم موازي لأحدهما فهو يوازي الآخر. ونقول في هذه الحالة، هذه كنتيجة ديال هذا التمرين، نقول في هذه الحالة إن الإزاحة تحافظ على التوازي. ونقول في هذه الحالة إن الإزاحة تحافظ على التوازي. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.